التسويق الترابي من بعد تقسيم الحضور ديال مختلف توجهات الجماعه والمجتمع المدني وهيئه المساواه درنا الطريقه التقليديه جدا، هو ان حقينا كل محور بوحده. بدينا بالتواصل، حاولنا اننا نزموا جميع التشخيصات المشاكل اللي كيقترحوها اعضاء المجموعه، وكنا غالبا ملي كيتعطى شي مقترح من احد الاعضاء في الورشه كنا كنناقشوه وكنتفقوا عليه وكنوضعوه في التقرير اللي حداكم. بالنسبه للتواصل، اتفقنا على ان كاين ضعف اليه التواصل في الجامعه، بحيث كاين غياب رقم هاتفي مباشر، بريد الكتروني معروف وواضح، قسم خاص بالتواصل، عدم تطوير والتنقيح اليومي ديال وسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك من انستغرام، وما كيخدعوش المسائل الحديثه، فقط يقتصرون على نشر الخبر، يعني واحد التفاعل الحديث ما كاينش. ثم اتفقوا ايضا الاعضاء على ان كاين ضعف تكوين الموارد البشريه في التواصل، مما كيؤدي بشكل غير مباشر لضعف التواصل. كاينه الوسيله المهمه اللي عند الجامعه، الموقع الرسمي الالكتروني، كاينه ضعف الاشعاع ديالو، ما معروفش بزاف وما كيتفاعلوش معاه بزاف الناس، كاينه قله اللقاءات التواصليه مع المواطنين والمواطنات، بحيث جاء عند المتدخلات على ان راه واحد مجموعه المواطنين والمواطنات ما كيعرفوش حتى مقر الجماعه، هذا المقر هذا ما كيعرفوش راه كاينه في المغرب الجديد، وهذا نتيج على قله اللقاءات التواصليه مع المواطنين والمواطنات. كاينه المعلومات، ماشي جل المعلومات متاحه للمواطنين والمواطنات والفاعلين والمجتمع المدني، كاينه بعض المعلومات متاحه في الموقع من خلال التبرقيق، ولكن بشكل رسمي ما كايناش. كاينه ضعف التشوير، ما كنقصدوش ضعف التشوير بمقر الجماعه، قدر ما كنقصدو ضعف التشوير الخدمات للجماعه، بحيث ان بعض الخدمات ماشي في هذا المقر. مثلا ملي كنهضروا على التعمير كيجي في واحد الحي بعيد، ملي كنهضروا على القسم الصحي كيجي في واحد الحي بعيد، وبالتالي المواطنين عندهم مع قله المعلومات ونتيجه على ضعف التشوير. كاينه قله التواصل مع جمعيه الاحياء، وهذه كنقصدوا بها في واحد الوقت كان النمط الانتخابي كيترشحوا المنتخبين كينوبوا على الاحياء، وبالتالي كيوصلوا المشاكل للاحياء الى اخره. فالجماعه كتكون في هذا النمط هذا، الجماعه ما كتكونش على درايه بما يقع في كافه الاحياء، وبالتالي كيشوفوا على ان ممكن ان جمعيه الاحياء يلعبوا ديك الدور ديال تمثيليه السكان والمواطنين والمواطنات، ويوصلوا المشاكل الاحياء سواء في الاناره في الواد الحار الى هو اللي قصدنا به قله التواصل مع جمعيه الاحياء. ثم كاينه ضعف التفاعل مع الموقع الرسمي للجماعه، يعني الموقع الرسمي للجماعه ما كيتفاعلوش معاه بزاف الناس، وربما الغياب تام، واخا هو كيتوفر على مجموعه الخدمات اللي ممكن كتقدم عن بعد، ولكن ما كيتفاعلوش معها الناس، دائما كيبغيو الناس التفاعل بشكل مباشر. كاينه الغياب صبورات المعلومات الالكترونيه في المدينه،
في المدينة الصبورات الإلكترونية عندها واحد دور كبير في المدينة، خاصة وأن المقر ديال الجامعة ولا ماشي مركز ولا بعيد وجانبي مع أحياء بعيدة وأحياء قروية بعيدة أكثر، خص واحد الصبورات اللي غنقولوها في الحلول. غادي ندخل مباشرة للحلول، هادشي اللي قلنا من الحلول اللي كنقترحوا على هاد المشاكل اللي قلنا. كاين انتاج فيديو تعريفي بخدمات الموقع ونشره، اذا اعتبرنا على ان الموقع ممكن يقدم خدمات كبيره عن بعد ويمثل الجماعه، فخص انتاج فيديو تعريفي بالخدمات الموقع ونشره على ابعد مستوى، سواء في الوسائل الالكترونيه المحليه ولا في وسائل التواصل الاجتماعي او لا عبر الاستشهار سبونسورين اللي يوصل من عند المواطنين والمواطنات في الهاتف ديالهم او في المواقع ديالهم ديال التواصل الاجتماعي. ايضا وضع ولا اعداد خطه استراتيجيه لتواصل الجماعه ما عندها شي واحد الخطه مدروسه علميه دارها مكتب دراسات او لا داروها الموظفين، كيوضح بشكل استراتيجي كيفاش كتواصل الجماعه. تنظيم دورات تكوينيه في التواصل للموارد البشريه، الموارد البشريه الجماعه عندها ضعف التكوين في التواصل، وبالتالي كنقترحوا في الحلول تنظيم دورات تكوينيه في التواصل للموارد البشريه. تعزيز الطاقم الاعلامي والتقني اللي مسحناها لان غنجي في الحل واحد اخر. كاينه الاستشهار ديال الموقع الرسمي قلتها ولكن نعاودوها ما فيها بس، الاستشهار ديالو بحيث ممكن الموقع الرسمي ما نتسناوش بشكل بطيء انه يتنشر في المدينه. دابا راه كاينه وسائل حديثه كيمكن الموقع ديال الجماعه يوصل بزر واحد يوصل عند العريشيين كاملين، يوصل لهم في التليفون، ولكن يكون واحد ما يكونش موقع عين العنوان، يكون واحد التعريف على التعريف بالموقع في جمل، بحال ملي كتقول موقع الجماعه الرسمي كيتكتب 3W تحتي كيتكتب خدمات كذا كذا تحت منه، كيوصل عند المواطنين بزر واحد. وثم تشكيل واحد مصلحه تواصل في الجماعه، مصلحه تواصل في الجماعه من المواطنين ما كيعرفوهاش، يمكن كاينه في اداريا ولكن المواطنين ما كيعرفوهاش، راه ملي كيدخل لمقر الجماعه ولا كيمشي ما كيعرفش راه كاينه مصلحه اولا خصها تكون. دونك الاقتراحات كنقترحوا انه يدار واحد القسم ديال التواصل في الجماعه. ثم الجماعه مع خلق لقاءات تواصليه ودراسيه وندوات وموائد مستديره بشكل دوري مع المواطنين والمواطنات وجمعيه الاحياء وكافه الفاعلين، يعني خص يبقى يتنظم لقاءات دوريه، سواء ندوات سواء لقاءات دراسيه كتستهدف المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني والفاعلين. ثم تنصيب سبورات الكترونيه في مختلف المواقع بالمدينه، مثلا سبورات الكترونيه للمعلومات عندنا حنا في المدينه واحد السكينه كبيره جدا بعيده على المدينه وتابعه المجال الحضاري، بحال كنهضروا على المناط، كنهضروا على الغديره، كنهضروا على عين الشوك، كنهضروا على الهيايضه، كنهضروا على ساحه التحرير، هذو مواقع بعيده ممكن نصبوا فيها سبورات معلوم ديال المعلومات بها، ونستغلوا ديك اللوحات الاشهاريه اللي منشوره في مختلف الاماكن في المدينه، بعض المرات كتكون فارغه، في الحاله الفارغ ديالها ممكن نستغلوها من اجل التواصل مع الجماعه ونعلو هذا من الناحيه ديال المحور ديال التواصل. بالنسبه للمحور ديال التسويق الترابي، التسويق الترابي اقترحنا واحد فيما يخص تسخيص المشاكل ديال التسويق الترابي. في الجانب الثقافي كاين موقع الاثري لكسوس
غير معروف محليا وطنيا ودوليا، وهذا ناتج على غياب فضاءات ترفيهية فيه، ضعف التشوير فيه، عدم نشر البحوث اللي هي بحوث كثيرة سواء داروها طلبة في إطار إعداد الإجازة ديالهم أو الدكتورة، وما منشوراش في المكاتب ثم كاين قلة الموارد البشرية اللي كتشتغل في الموقع. الموقع كيشكل واحد المساحة كبيرة جدا، وعنده حتى ثلاثة موظفين. كاينه غياب الاهتمام بالتراث المادي واللا مادي، كاينه ضعف التمويل، ضعف الدعم وتمويل المهرجانات الثقافيه والفنيه.